شوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق. ماهی که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه‌های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. روز 13 ماه مبارک رمضان و روز جمعه، آیات جزء 13 قرآن کریم در جوار بارگاه ملکوتی کریم اهل بیت سلام الله علیها تلاوت خواهد شد. آیات 53 تا آخر سوره مبارک یوسف، سوره مبارک رعد 43 آیه و سوره مبارک ابراهیم 52 آیه. آیات سوره یوسف که عمدتاً بر محور داستان زندگی پیامبر بزرگ خدا حضرت یوسف صلوات الله و سلام علیه نازل شده است، فرازهای مهمی داره. حضرت یوسف کودکی هست که مورد حسادت برادرانش قرار میگیرد. برای اینکه ایشان از چشم پدر دور باشه، ایشونو درون چاه میاندازند. کاروانی از نزدیکی چاه عبور میکند، حضرت یوسف را نجات میدهد. ایشون به مصر منتقل میشود و در خانه عزیز مصر به عنوان برده زندگی میکند. مراحل تکامل را پشت سر میگذارد تا مورد توجه همسر عزیز مصر قرار میگیرد. به ایشان پیشنهاد گناه و پیشنهاد شیطانی میدهد. حضرت یوسف عفت میورزد و در نهایت به جرم بیگناهی و به جرم عفت به زندان میفتد. سالها در زندان میماند تا اینکه خداوند متعال اراده میکند حضرت یوسف از زندان آزاد شود. عزیز مصر در عالم خواب خوابی میبیند و جز یوسف نمیتواند خواب او را تعبیر کند و حضرت یوسف از زندان نجات پیدا میکند، به مقام عزیز مصر میرسد. برادران حضرت یوسف که گرفتار قحطی هستند برای کمک خواستن به مصر میان. حضرت یوسف را میبینند ولی او را نمیشناسند. از حضرت یوسف کمک میگیرند و در نهایت خداوند متعال مقدر میفرماید که حضرت یعقوب که مشتاق دیدن یوسف هست به ملاقات یوسف نائل شود و این هجران به وصال مبدل شود و این گونه خداوند متعال از بندگان مخلص خود حمایت میکند. روز جمعه است و متعلق به یوسف فاطمه امام زمان ما ارواحنا له الفدا. امام صادق علیه السلام فرمود که ان فی صاحب هذا الامر لشبها من یوسف. امام زمان علیه السلام شباهت هایی به حضرت یوسف دارند. چند مورد از شباهت های حضرت مهدی سلام الله علیه به حضرت یوسف رو تقدیم میکنم. اولا یوسف قرآن بسیار زیبا بود، به گونه ای که در آیه 31 میخوانیم فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. وقتی زنان مصر حضرت یوسف رو دیدند او را بزرگ انگاشتند، انگشت دست خود را بریدند و قلن هاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. گفتند او بشر نیست، یک فرشته عالی مقام هست. درباره مهدی فاطمه هم این گونه وارد شده است، فرمودند المهدیو طاووس و اهل الجنه که روایت از رسول گرامی اسلام هست. حضرت یوسف از نظرها غایب شد اما یعقوب در انتظار ملاقات یوسف به سر می برد. در آیه 87 می خونیم یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. پسرانم بروید و از یوسف جستجو بکنید و از رحمت خداوند ناامید نباشید. انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. از رحمت الهی جز کفار ناامید نخواهند بود. درباره امام زمان علیه السلام هم از پیامبر گرامی اسلام
روایت وارد شده است، فرمود ان افضل اعمال امتی انتظار الفرج، برترین اعمال امت من انتظار فرج امام زمان علیه السلام هست. نکته سوم، غیبت حضرت یوسف به خاطر رذایل اخلاقی برادرانش بود و غیبت یوسف فاطمه هم به خاطر عدم لیاقت و ناشایست بودن انسانهایی که ظرفیت پذیرش حجت خدا را نداشتند هست. در روایت نورانی از امام باقر علیه السلام میخونیم، فرمود هرگاه خداوند متعال همسایگی ما را با قومی ناشایست بداند و کراهت داشته باشه و ناخوش بدارد، ما را از اونها خواهد گرفت. ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بین اظهرهم. امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمودند برادران یوسف به خاطر رذایل اخلاقی توفیق همجواری یوسف را از دست دادند، در حالی که اونها فرزندان انبیاء بودند. این امت چه خیال کرده است؟ آیا تصور میکند اگر لیاقت ملاقات مهدی فاطمه را نداشته باشد خداوند این توفیق را به اونها عطا خواهد کرد؟ نکته چهارم، حضرت یوسف اگرچه غایب بود اما به پدر و برادرانش نزدیک بود و اونها نمیدونستند. امام صادق علیه السلام فرمود یوسف پادشاه مصر بود و فاصله اون با کنعان که پدر و برادرانش در اونجا زندگی میکردند مسافت 18 روز بود. 18 روز رو در اون زمان مسافتی حدود 600 الی 700 کیلومتر میشه تخمین زد. حتی امام صادق میفرماید وقتی به یعقوب خبر دادن که یوسف در مصر هست، برای ملاقات یوسف این مسیر را در طول 9 روز طی کرد. مسافت بین مکه و مدینه که 450 کیلومتر هست رو در گذشته در حدود 8 روز طی می‌کردند، یعنی یه مسافت حدود 500 کیلومتری. اما یعقوب از وجود یوسف بی اطلاع بود. بعد حضرت فرمود امام زمان علیه السلام هم در بین شماست، فرمود در روی فرش‌های شما راه می رود اما او رو نمی شناسید، نزدیک شما است اما از او اطلاعی ندارید. یوسف برادرانش را شناخت اما برادران یوسف را نشناختند. در آیه 58 می خونیم و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. برادران یوسف آمدند و وارد بر او شدند، او آنها را شناخت اما آنها او را نشناختند. که امام زمان علیه السلام هم همین گونه هست. در روایت هست وقتی حضرت ظهور میکند مردم میگن ما ایشان رو زیاد دیده بودیم. و نکته دیگر این که خداوند متعال امر حضرت یوسف رو یک شبه حل کرد. پادشاه در شب خواب میبیند و فردای اون روز به دنبال تعبیر خواب حضرت یوسف از زندان نجات پیدا میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نقل از پیامبر گرامی اسلام فرمود المهدی منا اهل البیت یصلح الله له امره فی لیلتن. مهدی که از ما اهل بیت است، خداوند متعال کار او را در یک شب به سامان خواهد رسانید. و نکته آخر، حضرت یوسف برای اهلش دعا کرد، برای آنها طلب مغفرت کرد. در آیه 92 میخونیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. امروز شما را ملامت و سرزنش نمی کنم، خداوند شما را ببخشد که او مهربانترین مهربانان است. امام زمان علیه السلام هم در توقیع مبارکی فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما شما را فراموش نکردیم و از یاد شما غافل نیستیم. ولو لا ذالک لستلمکم الاعداء. اگر نبود یاد ما نسبت به شما، دشمنان شما را خرد می کردند. در بخش پایانی آیات سوره یوسف خداوند متعال بعد از اینکه نحوه حمایت خود از بندگان مخلص خودش را در داستان حضرت یوسف به بهترین شکل بیان فرموده است، به مشکل اصلی زندگی همه ما انسانها اشاره میکنه و اون عدم اخلاص و یا به تعبیری شرک هست. که در آیه 106 سوره یوسف میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر انسانها ایمانشون به خدا ایمان آمیخته به شرک هست. در آیات از امام صادق علیه السلام وارد شده است، در ذیل همین آیه فرمود یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک. انسانها شیطان رو اطاعت میکنند، ناخواسته و نادانسته شیطان رو اطاعت میکنند
و این خود نوع این شرک در عبادت و شرک در اطاعت هست. سوره مبارکه رعد که 43 آیه داره پاسخ محکمی به منکران قرآن هست. خداوند متعال در آیات نخستین این سوره آیات الهی و معجزات تکوینی رو بازگو میکند. نسبت به نیروی جاذبه در آیه دوم مطالبی بیان شده است. در آیه چهارم راجع میوه هایی که با یک آب و خاک اما طعمی متفاوت مایه شگفتی انسان هستند با ما سخن میگوید. در آیه سیزدهم راجع به رعد و برق و تسبیحی که رعد با صدای قرشبار خود می نماید با ما سخن میگوید. در آیه 19 تا 25 ویژگی های عاقلان را برای ما بازگو می کند و در آیه 27 به یک نکته مهم و کلیدی در زندگی، مخصوصا زندگی امروز بشریت که سرشار از فشار، استرس و نگرانی هست. در آیه 27 می خوانیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد به یاد خدای، هیچ گنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. و اما سوره مبارکه ابراهیم که هدف اصلی این سوره بیان هدف غایی پیامبران الهی است. پیامبران همه به دنبال دعوت به توحید بودند. توحید و یکتاپرستی و کنار گذاشتن معبودهای دیگر، کنار گذاشتن هوا و هوس، رمز سعادت و خوشبختی انسان هست. ثمرات توحید هم در این سوره نورانی بیان شده. آیه اول تا هشتم رسالت پیامبر اکرم و حضرت موسی بیان گردیده. در آیه اول خداوند متعال درباره قرآن با ما سخن میگوید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. قرآن کتابی است که به سوی تو نازل کردیم ای پیامبر تا مردم را به وسیله این کتاب از تاریکی ها به سوی نور هدایت کنی، از تاریکی جهل به نور علم و دانش، از تاریکی شرک به نور توحید. در آیه 24 تا 26 به ثمرات مهم توحید اشاره می شود. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. توحید و خالص بودن برای خداوند متعال مثلش مثل درختی است که تنه تنومندی دارد و شاخسار آن به آسمان سر کشیده است و درخت با برکت و پرثمری هست. در روایت نورانی از امام صادق علیه السلام سوال شد مقصود از این درخت چیست؟ حضرت به تجلیات بزرگ توحید در بین بندگان خدا اشاره میکنه. فرمود اصل این درخت پیامبر گرامی اسلام است که مجسمه توحید و اخلاص به درگاه خداوند متعال. فرمود شاخه های این درخت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ذریه ایشان و شیعیان هم برگ های این درخت هستند که در مسیر توحید یک سلسله منظم را در طول تاریخ تشکیل دادن. و در نقطه مقابل اهل شرک همانند یک درخت بی رگ و ریشه که هیچ دوام و قراری نخواهند داشت. در ادامه خداوند متعال با ما درباره حضرت ابراهیم سخن میگوید. این پیامبر الهی که منادی توحید بود و تمام زندگی خود را وقف توحید کرد و این گونه ماندگار شد، زن و فرزند خود را در بیابان لم یزرع برای احیاء نام و یاد خدا رها می کند و در نتیجه خداوند محبت آنها را در قلوب همه انسانها قرار می دهد. و در پایان روز جمعه است، دعا برای مؤمنین و مؤمنات را از یاد نبریم. در آیه 41 می خوانیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات که در روایت نورانی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است. فرمود هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست از ابتدای خلقت تا روز قیامت الا اینکه آنها شفاعت میکنند برای کسی که این گونه دعا کند، بگوید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خداوند متعال همه ما را در روز قیامت مشمول لطف و عنایت و مغفرت خودش و اولیاش قرار بدهد. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت علیهم السلام کوتاه مگرداند. آیات جزء 13 قرآن رو استماع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا
ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا
شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فلما أن جاء قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا
لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ
الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله.